مكرونة بالبتنجان والفلفل، عندي نص كيلو بتنجان رومي مقلي، 200 جرام فلفل ألوان، 200 جرام طماطم، بصلاية كبيرة مفرومة، 6 فصوص ثوم، قرنين فلفل حراق، ثمرة كرات أبيض، عودين كرفس مفرومين، معلقة زعتر خضرة، معلقة طماطم بوريه، عندي 100 جرام جبنة مبشورة، عندي معلقة زنجبيل أو جنزبيل باودر، وعندي معلقتين بقدونس، معلقة ملح ومعلقة فلفل. ده البصل بتاعي مع الثوم مع زيت الزيتون. عندي مكرونة بني نص كيلو مسلوقة، ادي شوية الزعتر، كرفس، كرات، فلفل. كده كل العناصر الجميلة الحلوة دي. ادي شوية طماطم بوريه مش كتير، لازم بقى تاخد وتدي وتغلي مع بعضيها. سينك مونيتو اهو. الله يا بلادنا الله، بالسيد المخرج والكاست معاه. قوم بقى ايه، خليها تغلي. ادي الفلفل الالوان، طماطم بوريه، شوية كزبرة خضرة، وادي كمان شوية ووتر. لازم تغلي. المكرونة بتاعتي على دن اهي، يعني تلات ارباع سوا. تعالى بقى خد المفاجأة دي، ظهر البروكلي، حبة البروكلي دول هيفوقوا لي الدنيا. وادي البذنجان اهو، البذنجان لوحده لحمه،